أحييكم مشاهدينا، أحلى تحية من قناة فجيرة بحلقة جديدة ووصفة جديدة من برنامج ملح وسكر. هالبرنامج بيحكي عن أكلات شرقية غربية عالمية بالإضافة للحلويات. طبعاً اليوم أعزائي المشاهدين عاملين لكم مكبوس على الطريقة السعودية، مكبوس دجاج، وهالطبق لذيذ وطيب كتير بطريقة حلوة وجميلة. وعاملين كمان طبق الثاني الحيسة بالتمر. الحيسة بالتمر هذا طبق سعودي كمان لذيذ وطيب. بس قبل ما نبلش بطبقنا الأول وهو كبسة الدجاج على الطريقة السعودية، خلينا نطلع نشوف المقادير على الشاشة. مقادير الكبسة: 1 كيلو أفخاذ دياي، 1 كيلو رز، 100 جرام جزر، 100 جرام طماط، 100 جرام كوسة، و100 جرام فلفل أحمر، و100 جرام بصل، و50 جرام معجون الطماط، و50 جرام كزبرة، و50 جرام بهارات مشكلة، و50 جرام باقة عطرية، هيل، قرفة وغار، و20 جرام كركم، و20 جرام فلفل أسود، و10 جرامات ملح. طبعا اعزائي بنقول بسم الله ومنبلش بطبقنا. نحن بدنا نولع هلا طبعا النار على الطنجره. هوني عندنا نحن طبعا الدجاج بدنا نحطه ونتبله بالتتبيله. دائما اللحمه ولا الدجاج ولا اي شيء طبعا اول شيء بينغسل مزبوط، وبيرجع من بعد ما ينغسل بشوية حامض وشوية خل وشوية زيت وهيك. بدنا كمان هلأ نملحه، هذا فروج ملح، هذا شوية فلفل عليه، شوية فلفل أسود، عنا هوني كمان شوية كركم خفيفة، عنا كمان شوية بهارات الخليجي يعني معهم كمون ولا هيك، كل المطيبات حطيناهم. في عنا هون شوية كمان جوز الطيب عليهم، وهلأ مثل ما شايفين بدنا نتبلهم بهالشكل مشان لحتى يتشربوا هالتتبيلة اللذيذة هيك. وأول شيء فينا نحن مثلا نقليهم، حط لهم زيت وزبدة على طبعا النار، وبعدين وقت اللي بنحط الزبدة والزيت دائما الرز بنحط معه شوية زبدة بيعطيه طعم لذيذ. هلا مثل ما شايفين بدي أنا شوية يتحمر، شوية تسخن الزيت والزبدة مع بعضه منشان انا الدجاج قلي وخلي على جنب منشان بعدين ارجع اعمل التقلاية. هلا اول شيء حط الدجاج منشان حمره شويه لهالشكل. هون بدنا نحمره شوي منشان لحتى ياخذ شويه لون، وبعدين بصير طعمه أطيب بهالطبق الكبسي لذيذي. هي عدة طرق للكبسي. هي أول شيء فينا نحن مثلا نقلي البصل، الثوم، الكزبرة، وبعدين نرجع نقلي الدجاج فوقها، وبعدين نرجع طبعا نحط لها المطيبات. بس أنا هيدي الطريقة بحبها كتير، طريقة انه نقلي الدجاج على جنب لحتى ياخدوا شوية طعمة، ومن بعد ما نقليهم بنرجع نطبخهم، نطبخ طبعا الرز الكبسي مع المطيبات كلها. بس هلا مثل ما شايفين عامل الدجاج عم يتقلى لهالشكل، شوفوا كيف احلى. انا بحبها هيك تكون يتقلى الدجاج مشان يطلع له طعمه، خاصة بشوية زبدة وشوية زيت. شوفوا كيف ريحتها روعة.
هلا انا هوني فيني انزل عليهم العودين قرفي ورقتين غار هيك شوي عودين قرفي ورقتين غار خمس حبات هيل خمس حبات كبشه قرنفل عليهم بهالشكل شوفوا كيف عم يتقلى والريحة كمان ريحة البهارات الخليجية كتير طيبة بهالشكل فينا نحن هلأ نغطيها نتفة صغيرة بس منشان لحتى يضلي هيك يعني بخارة عليها بخار هوني طبعا هلأ بعدين بدنا ننزل عليها شوية بصل شوية مثل ما شايفين بدنا نقلبها نتفة صغيرة على مية الثانية هيك بلشت تحمر شفتوا هلا وبعدين الصراحة يعني أهم شيء بنصحكم أنا هيك تعملوها يعني الكبسة تكون إلى هيك طعمة وقت تتقلب الدجاج بتصير طعمة الرز كمان لذيذ هيك هيك بهالشكل هلا بدا على القليل خمس دقائق خلينا بهال لنتركها خمس دقائق لحتى تحمر شوي الدجاج بعدين منشيله على جنب وبعدين منبلش نعمل الكبسة الرز بهالمطيبات الطيبة خلينا لهلا نطلع فاصل صغير وبنرجع نتابع معكم أعزائي المشاهدين تنحدر الكبسة من أصول إسبانية ويقول البعض أن سبب تسمية الكبسة هو طريقة إعدادها وهو بضغط المكونات معا وتعتبر الكبسة من أهم الأطباق التي تزين المائدة السعودية وذاع صيتها في بلاد الحرمين منذ قديم الزمن وهناك طبخة شبيهة بها تسمى المطبق وتطهى مع السمك أو الروبيان بدلا من اللحم وبالرغم من أن الأطباق العالمية المختلفة دخلت إلى الثقافة الخليجية والسعودية إلا أن الكبسة لم تفقد مكانتها أو بريقها حتى الآن طبعا أعزائي رجعنا بعد الفاصل من بعد ما قلينا الدجاج شوي بدنا نحن ننزل عليها نعمل الطبخة هلأ المكبوس هذا البصل المفروم على التتبيلي طبع منشان تاخد البصل حطيناه منشان ياخد نكهة الدجاج بدنا نحط ملعقة ثوم كمان ملعقة ثوم مدقوق حطينا ملعقة ثوم معه بعدين منشان لحتى يعطينا هالطعم اللذيذ مثل ما شايفين هلا بدي انا حط عليهم هوني طبعا الكركم هاي الكركم وارجع حط عليهم كمان مثل ما قلنا شوية جوز الطيب وعنا هوني طبعا عنا كزبرة خضراء كزبرة خضراء منقلبهم هيك عنا هوني كمان وحدتين لومي يابس وحدتين لومي يابس خمسة قرون حر أخضر عنا هوني كوسة عنا جزر مفروم معون هيدي الكبسة روعة بدي أنا أقلبهم شوي هيك هلأ بعد ما حطينا نحنا لا بهارات ولا حطينا ملح ولا حطينا مي هلأ بدنا نقلبهم بدي أحط أنا أول شي ملعقة ملح هي ملعقة ملح بدي أحط أنا شوية فلفل أسود هي فلفل أسود بدي أحط هوني بهارات خليجية ملعقة صغيرة هي ملعقة صغيرة بس ما بدي كتير
يعني وبعدين بدي احط هوني انا وعم قلبه مشان تطلع هالطعمه تتمازج مع بعضها. بدي انا احط عليهم هلا معجون الطماطو. هي معجون الطماطو عليهم وبنقلبه مثل ما شايفين لك هالمنظر الجميل. عندي هوني انا بندوره مقطعه هيك الواحد اربعه بنسقط عليهم. وهلا بدي انا احط عليهم مثل ما شايفين ماء عليهم، ماء حاره هيك. هلا شوفوا هالمزيج وهالتتبيله الحلوه. بدي انا هلا مثل ما شايفين خليها تغلي على اساس انه بس تغلي مزبوط. بدنا نسقط لها الدجاج اول شيء مشان تستوي مع الدجاج، لانه الدجاج تحمر بس ما استوى. بنحطها بهالشكل، هذا الدجاج عليها بهالشكل. ليش؟ مشان لحتى يغلي الدجاج معهم. اول شيء بيستوي وثاني شيء كمان بيكون بهالطبق المميز اللذيذ كتير هيك بهالشكل. في عنا هون كمان مثل ما شايفين اعزائنا، بدنا نشيل هيدي الطنجرة على جنب. وعندي هوني هلا بس تغلي لفرجيكم اياها، بس تغلي معه بهالشكل. عندي شوية كزبرة خليني احط لها هني، لانه كزبرة خضرة كتير طيبة مع الاكلة. ليكم احلاها شي روعة بالفعل، ريحة طيبة كتير، ريحة الكبسة يعني بمناخيرنا يعني شي طيب ولذيذ. هلا بدي انا سكر عليها، بدي منشان على القليل بدي ربع ساعة ليستوي الدجاج والخضار، بعدين بسقط الرز عليها مدة كمان 15 دقيقة بيكون خالص الكبسة. طبعا هلا مثل ما شايفين بدنا تغلي، بس تغلي ساعتها بتغلي. بس هلا خلينا نحن نقلكم الطبق الثاني شو هو طبق الحلو اليوم. طبق الحلو اعزائي المشاهدين هو الحيسه بالتمر. الحيسه بالتمر مثل ما شفتوا كثير لذيذه وطيبه. خلينا نطلع نشوف مقادير الحيسه اعزائي المشاهدين. مقادير حلى الحنين السعودي: 1 كيلو تمر منزوع النوى، 100 جرام طحين، 100 جرام زبدة، 50 جرام هيل، و20 جرام زعفران. طبعا اعزائي بدنا نبلش بطبق الحلو، بس ولكن بدنا نحط طبعا الكبسة مع الدجاج عم تغلي على نار هادية، ننزلها الحرارة شوية. وعندنا هون كمان مثل ما شايفين بدي انا اعمل هلا الحلو الحيسة بالحيسة السعودية. بدي هيك بهالشكل، حط طنجرة هون بهالشكل على اساس خلي الرز على جنب. هوني انا بدي بلش احط اعمل هالطبق اللذيذ. الحيسة طيبة كتير. اول شيء بدنا نقربهم لهون، هذا الاطباق الحلويات مثل ما طيبين كتير هيك بهالشكل. هلا اول شيء بدي احط زيت وزبده، زيت وزبده على النار، زيت نباتي وهيك بدنا نحطهم بهالشكل. وبعدين لازم اول شيء ثاني شيء بس شوي تذوب الزبده. بدي ارجع احط عليها الطحين، هذا الطحين نحطه عليها ونحمر الطحين لحتى يصير لونه بني هلا بهالشكل. ونحرك هيك بهالشكل. هذا كتير طبق لذيذ وطيب.
وخليني أعزائي حط معهم الهيل كمان مشان يتشر يعطينا الطعم اللذيذ بهالشكل. وهلا بدنا نحركهم ونقلبهم ليصير لونه أسمر ذهبي بهالشكل. خلينا نشيل هودي من دربنا هيك هيك بهالشكل نعملهم. أهم شيء لازم يكونوا هلا طبعا الطحين والهيل المطحون لازم يتحمروا مزبوط. وعلى ما فيكم نترك الطنجرة مشان لحتى دغري الطحين بيصير أسود. هوني نحن بدنا إياه بس يتحمر من دون ما يسود بهالشكل هيك. طبعا هوني عنا تمر، عنا حليب مكثف محلى، عنا شوية سكر. فينا كمان نحط معهم شوية سكر هون. ليش السكر؟ لأنه كمان بس السكر يحمر يعني مع الطحين بيصير يعطينا بنعجل بلونه الذهبي بهالشكل هيك. نحن عم نقلبه بلش يعطينا لون البنية شوي شوي. يعني هو ليش بيطول مشان يحمر الطحين مع السكر والهيل. ريحة طيبة كتير، يعني ما بقدر أوصف لكم على هالطبق الحلو اللذيذ هالشكل هيك. وهذا من أشهر الأطباق بالسعودية، بيعملوا بالسعودية كتير بحبوه الكبار وبحبوا الصغار هيك بهالشكل. شوف بلش يحتر شوية بهالشكل. شوف هيك. ليش أنا حطيت لهم شوية السكر؟ مشان لحتى يساعدنا على سرعة الاستواء، لأنه السكر وقت اللي بيحتر يعني بيصير لونه ذهبي كراميل معون. هلا شفتوا كيف بهالشكل. هلا بدنا نحن شوية بس بعد نتفة صغيرة بدي اياهم شوية بني مشان لحتى طعمة الطحين بس يتقلى للطحين بيروح طعمة الطحين وبتتغير بصير طعمة الحلو طاغي عليهم. شوف كيف بلشت هوني يعني صراحة يصير لونها بني هالشكل إذا ملاحظين ليكو. يعني بدأ شوية بعد ليكو أحلاها كيف صار لونها أسمر هيك كتير منيح. يعني بلشت صارت. هلأ بدنا نحن نحط عليها التمر وبعدين نرجع نحط عليها الحليب المحلى المكثف هيك بهالشكل. خلينا هلا شوف كيف سمرت هيك بدي اياها انا بالفعل روعه. هلا مثل ما شايفين بدي سقط التمر عليها. هذا التمر المنزوع من البزر بهالشكل ونقلبهم معه. بس في منهم كمان اعزائي يعني بحطون بمي وبدوبون بالمي. هلا بدنا نضيف عليهم بعدين شويه مي. خلينا نحط الحليب عليهم. هذا الحليب المحلى المكثف المحلى كثير كمان. هلا بدي انا اقلبهم شويه هيك كلهم سوا بهالشكل. شفت
شفتوا كيف؟ يعني مشان حطينا الحليب نحن، بدي احط انا هلا بدها نتفك مي صغيره على مشان لحتى التمر يدوب التمر مع هال طبعا هالتتبيله الطيبه. مشان ياخذ بعضه التمر والحلاوه طبعا شوفوا كيف بلشت هلا. خليني بس اضربها شوي صغيره مشان لحتى شوفوا كيف بلشت. خلينا اعزائي المشاهدين نطلع فاصل قصير ونرجع نتابع معكم لحتى نحرك هودي ويصيروا جاهزين. طبعا اعزائي المشاهدين عملنا الحيسة السعودي، شوفوا كيف طلعت منظرها جميل. وبعدين بدنا نزينها، بس قبل ما نزينها خلينا للكبسة نحط لها الرز. هلا مثل ما شايفين استوت الدجاج ليكون احلاها، واستوت الخضار معها كل شيء. بدنا نحط عليها الرز هلا مشان لحتى ترجع تكمل استوى. هذا الرز اللي طبعا للكبسة، وعبال ما تستوي أعزائي المشاهدين خلينا نروح نشوف فوائد الجزر. فوائد الجزر: يساهم في تقوية العظام والمفاصل والعضلات، وأيضا يساهم في ضبط مستوى ضغط الدم، بالإضافة أنه يساهم في الحصول على بشرة مثالية وصافية خالية من العيوب. يجدر بنا تناوله يوميا. طبعا اعزائي من بعد ما شفنا فوائد الجزر، طبعا عندنا بدنا نزين هلا طبعا الكبسه. من نحن صبيناها وصارت جاهزه كبسه على الدجاج على الطريقه السعوديه بهالشكل. شوفوا شو ظريفه. وبعدين عندنا كمان بدنا نزين الحيسه السعوديه، بدنا نحط لها التمر هيك بهالشكل، هي الشكل طلع تمر بالنص، وبنزينها بهال المكسرات بهالشكل. هلا هون بدنا نحط شوية مكسرات هيك بهالشكل، كتير لذيذ وطيبة. مثل ما الشكل خليني هوني بس شوي حط له نتفه صغيره فستق حلبي بهون شوي، وهيك شوي على كل بين المكسرات مشان هيك تعطينا هالمنظر الحلو هيك بهالشكل. وهذا بيكون طبعا اعزائي المشاهدين هودي اطباقنا لليوم. عندنا كبسه دجاج على الطريقه السعوديه، وعملنا الحيسة السعودية بهالطريقة مع التمر. وأعزائي المشاهدين منقلكم خلصت حلقتنا لليوم، على أمل لقيكم بأطباق جديدة ووصفات جديدة من برنامج ملح وسكر. وإلى اللقاء، وباي باي.